للتعليق على الموضوع ينضم الينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين السبعاوي. استاذ حسين مرحبا بك. اهلا وسهلا حياكم الله. ونرحب عبر الهاتف من عمان بالكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك دكتور هلال. حياكم الله وحيا ضيفكم الكريم. حياكم الله. بداية استاذ حسين، تصاعد الحراك الشعبي كيف تصفه؟ يعني نوع المطالب التي أعلن عنها المتظاهرون منذ البداية لا يمكن أن يكون هناك تنازل أو هناك عودة إلى المتظاهرين. المطالب وطنية وبنفس الوقت أجمع عليها الشعب العراقي، فهي تمثل الشعب سواء على المستوى الشعبي في كل يوم يرتفع أو تتسع يعني القاعدة الشعبية للمتظاهرين، بالوقت الذي تنعزل فيه الحكومة عن الشعب. أعتقد كل هذا بسبب نوع المطالب، مطالب وطنية ليست مطالب فئوية وإدارية وخدمية وإلى آخره. فالمطالب كما قلنا سابقا هم في البداية قالوا نريد وطن، الذي يريد وطن إذن لا يمكن أن يتراجع ولا يمكن أن تضعف حاضنته، لأن الشعب العراقي تواق إلى عودة الوطن وعودة المواطنين إلى وطنهم، لأن حقيقة الوطن مسروق. الوطن مسروق منذ 2003 وإلى الآن. العراق فقط جغرافيا كاد أن يمسح من التاريخ لولا عودة هؤلاء الشباب، عودة الوطن على أيدي هؤلاء الشباب، وإلا إيران أرادت الهيمنة الكاملة المطلقة على العراق. نعم. فأنا لها ذلك الحمد لله بفضل هؤلاء الشباب. نعم دكتور هلال، يعني الملفت للنظر في اليومين الماضيين هو الحراك المتصاعد في الجنوب، خصوصا في البصرة المثنى ذي قار، بعد أن قام المتظاهرون بقطع الطرق المؤدية إلى آبار وحقول النفط هنا. كيف تصفون هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى بعد. تحية لك ولضيفك الكريم. حياك الله. وللشعب العراقي، ودعاءنا الأول بالرحمة لشهداء ثورة تشرين وشهداء العراق كافة، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى. ولا يفوتنا أن نقول الحرية لعادل الشاب الذي اختطف بجريرة من القوات الأمنية للولد عدي الزيدي. وهذا الأمر حقيقة هو الذي يثير حفيظة المواطنين في العراق، أنه لا تزال السلطة الجاثمة على سطح العراق تريد أن تطبق شريعة الغاب على الوطن العراقي المسروق كما تفضل ضيفك الكريم. وأدواتهم الطائفية قد احترقت ولم يبقى لهم سوى التعكس على ما يسمى الفراغ الدستوري والحق الدستوري، ونسوا بأنهم أتوا إلى العراق مع المحتل الأمريكي الذي لا دستور له لاحتلال بلد ما، وبالتالي كانوا خدم لإيران وخدم للأمريكان وخدم لمصالحهم. ولهذا السبب تجد أن المواطنين في العراق، في البصرة، في المثنى، في الديوانية، وقبلها المحافظات الست التي ثارت ضد هذا النظام نفسه وقتلت من قبل نفس الميليشيات، فالقاتل واحد والمتسلط واحد. طيب ماذا سيؤثر قطع النفط دكتور هلال؟ اولا هو القضيه قضيه اقتصاديه، لانه الاقتصاد يصنع السياسه، وانت تعرف ان هذه الميليشيات وهذه الاحزاب التي سيطرت على العراق هدفها الاساسي نهب ثروات العراق وفرض سيطرتها عليه، والا لو لم يكن هناك مكاسب ماديه خياليه بالارقام التي تعرفونها لما تقاتلوا على العراق. العراق فيه خيرات كثيرة يريدون أن يمدون إيران باقتصادها، وهذا ما أثبتته الواقع عربيا على الأرض. فبالتالي الشعب العراقي الذي رفض إيران ورفض الهيمنة الإيرانية وكشف هذه الأحزاب. نعم. إذا سمحت لي ابقى معي، ابقى معنا، سنعود إليك مرة أخرى. أستاذ حسين، العامل الاقتصادي عندما يدخل إلى معادلة التظاهرات في رفضها للنظام السياسي، المحافظات الجنوبية محافظات نفطية، اقتصاد العراق يعتمد بالدرجة الأكبر على هذه المحافظات، ليس فقط اقتصاد العراق وإنما أيضا بحسب ما يرى محللون اقتصاديون الاقتصاد الإيراني أيضا. يعني كيف تنظر إلى دخول عامل النفط والعامل الاقتصادي في هذا الحراك العراقي؟ شوف، أولا أن التظاهرات استخدموا أفضل أنواع السلمية وأعلى درجات أنواعها، لم يكونوا يعني متوقفين عند حالة واحدة، سلمية متعددة، وسائلها متعددة، لم يعتمدوا على وسيلة واحدة. هذا واحد مهم جدا. ثانيا، موضوع الجنوب والتظاهرات اللي موجودة فيه سواء النفط أم المواقع الأخرى،
هذه التظاهرات تعطي يعني لها نوعية خاصة عندما الوسط والجنوب هو من يثور على هذه الحكومات الطائفية، فهذه نوعية ليست فقط في حجمها وفي تعداد وسائلها، تعدد وسائلها، بل بقدر نوعيتها. لأنه اليوم ما موجود في لبنان مثلا التظاهرات، وإن كانت كلاهما على المشروع الإيراني، لكن في العراق من حيث النوعية هي الأفضل وهي الأكثر يعني كفتها تميل، لأن الوسط والجنوب كانوا هؤلاء يزايدون، يعتبر هؤلاء عمقهم استراتيجي وحاضنتهم الانتخابية، وكانت إيران تمني نفسها على المنطقة الجنوبية بهيمنتها المطلقة الكاملة، لكن أدرك أبناء الجنوب الأصلاء على أنه هذا النظام ما هو إلا لنشر الرذيلة والهيمنة على هذا البلد الأصيل، فأثاروا ويعني ردوا المشروع الإيراني على إلى داره خائبا مذلولا. نعم. دكتور هلال، الأستاذ حسين في الاستوديو قارن ما بين لبنان والعراق وقال النوعية في العراق كانت أفضل ضد الهيمنة الإيرانية، لكن إيران وحاضنتها الموجودة متمثلة بالأحزاب كانت تتباهى بالحاضنة الشعبية المتواجدة في الجنوب، وأن الولاء لإيران وللولي الفقيه الأكبر في المنطقة. إذن كيف نفسر أن الحراك في هذه المنطقة التي كانوا يتباهون فيها هو الأكثر يعني قوة في الوطن العربي؟ أولا ما تفضل به الأستاذ حسين أن الدولة العميقة لإيران كانت تركز على هذه المقولة ووقود الطائفي أنه الشيعة العراق بين هلالين، هي مضمونة الولاء لإيران، وهذا هو الفقه الذي أتت به الأحزاب الطائفية في العراق وجعلت منه وقودا تعكز عليه طول الفترة الماضية. ولكن هنا الثورة هذه هي أهم ركيزة لها هو الوعي الجماهيري بالخطر الإيراني، وأن المشروع الإيراني ليس مشروعا مذهبيا وإنما مشروعا قوميا يرتكز على الطائفية كوقود للاستمرار. وأعتقد هذه هي الثورة بحد ذاتها، لو لم تحقق الثورة تشرين أي هدف فهذا هو الهدف الذي تحقق فيعتبر ثورة حقيقية، لأن هذا الأمر وهذا البناء طويل. فبالتالي صدمة إيران في العراق بالوعي الجماهيري المتنامي في المناطق التي كانت تعتقد أنها هي مضمونة الولاء لها، أو هكذا صوروا لها عملاؤها بأن الجنوب العراق هو لقمة إيران السائغة، وبالتالي عليها أن تتحكم بهم وتحدد معيشتهم. ولكن الشعب العراقي قال كلمته بوضوح، ومن الجيل الذي لا يمكن اتهامه بالبعثية أو النظام السابق أو إلى ما آخره من هذه الشماعات البائسة، وكأن العراقي يجب أن يكون مفصول عن تاريخه وعن جغرافيته العربية، أرادوا فصل العراق فصلا تاما عن جغرافيته العربية. فبالتالي هذه الثورة وهذا الوعي هو الذي أوقف إيران وجن جنونها حقيقة، هذا هو الذي يجب أن ينمو ونحافظ عليه، لأن هو حقيقة الثورة. الأحزاب كلها تدور في فلك إيران، سنتها وشيعتها. فبالتالي هذه هي الثورة الحقيقية، وهذا هو المشروع الذي يجب أن ينمو ويكبر ويدافع عنه كل العراقيين. ولهذا السبب أخي الكريم تجد التفاف كل الشعب العراقي حول الثوار برغم من عدم وجود ما يسمى أيضا دكتور إذا سمحت لي، يعني هناك أيضا إصرار من قبل المتظاهرين على أن لا يترشح أو لا تترشح شخصية شاركت في العملية السياسية، قصي السهيل، الحديث عن أسعد العيداني، وهكذا في ظل هذا الحراك الثوري لا تزال الكتل السياسية والطبقة السياسية تريد أن إعادة تدوير بعض الشخصيات، كيف تراقبون ذلك؟ يعني اليوم القرار بيد المتظاهرين بدليل أنه أسقط الحكومة، فمن السهل جدا أسقاط مرشح. اليوم الذي يستطيع أن يسقط الحكومة أي مرشح لا يمكن أو لم يرضى على الشعب العراقي المتمثل بالمتظاهرين فلا يمكن له أن ينجح ولا يمكن أن يقبل. فعلى الحكومة أنه لا تعمل بقضية التدوير. تريدون ما تريدون هذه المهدي نأتيكم قصيص ماكو قصيص. الأمر أنهم لديهم استعداد ربما لترشيح كل الشخصيات ولا يرضون أيضا بشخصية من والشعب لديه الاستعداد. الشعب اليوم مسك الأرض ومسك ولأول مرة الشعب العراقي ينتفض لمدة 3 أشهر، وكما قلت لك بهذه النوعية من الشباب والطلبة خصوصا يرفع من زخمه، هي ليست تظاهرات، هي انتفاضة. عليهم أن يدركوا أن الشعب العراقي منتفض على التواجد الإيراني وعلى رجالات إيران
في العراق. لا يمكن أن يكون رجالات إيران هم من يحكم العراق اليوم. هذه هي أصل المشكلة وهذه القصة. الشعب يريد والآخرين يريدون، والقرار اليوم بيد الشعب. من الذي أسقط يعني المرشح قصي سهيل؟ الشعب، ليس هم. كلهم أجمعوا على قبولي، لكن الشعب قال لا لا. فإذا اليوم هي لو إرادات، الحكومة تسعى جاهدة لتقديم شخص هو قريب من إيران أو ضمن الكابينة المقربة لإيران، المقربة إلى إيران، وهذا أن لهم ذلك لا يمكن أن يكون، لأن الشعب أصبح على وعي عالي وعلى مستوى عالي مما يدور حوله. نعم دكتور هلال، مركز كارنيجي للدراسات في تقرير له قال إن تظاهرات العراق تسعى لإنهاء سلطة الأحزاب، كيف ترى أداء الثوار؟ وهل برأيك يمكن من خلال حراكهم هذا أن يحققوا جميع أهدافهم؟ اولا الانتفاضه قالت كلمه منذ البدايه لا للاحزاب العميله التي اتت مع المحتل الامريكي للعراق، لا للاحزاب المواليه لخارج حدود العراق. فاذا هذا الحراك وهذه الانتفاضه وهذه الثوره الشبابيه وهذا الوعي الجماهيري الذي استطاع ان يبرز كل المساوئ هذه الاحزاب التي أتت لتدافع عن المظلومية وما إلى ذلك، وهي أثبتت فشلها وولائها إلى الخارج. فبالتالي التقرير بأنه هذه التظاهرة تنهي الأحزاب، نعم، لأنه العملية السياسية مرتكزة على هذه الأحزاب، والشعب العراقي قال كلمته، نحن نريد إسقاط النظام السياسي وإعادة كتابة الدستور وإيقاف العمل بالدستور الحالي الذي كل فقرة فيه تناقض الأخرى، كتب بأيادي غير عراقية. وبالتالي النظام السياسي الذي يرتكز على هذه الأحزاب وهذه المسميات الطائفية يجب أن يزول. وأعتقد أنه المطلب الرئيسي للمتظاهرين ليس إسقاط رئيس الوزراء وإنما إسقاط الحكومة والبرلمان والنظام السياسي. وأعتقد هذه الأهداف إذا لم تتحقق فإن كل ما يصبو إليه الجمهور العراقي لن يتحقق. ولهذا الإصرار الذي نشاهده لدى الشباب هو وفاء لدماء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، وهذه الأهداف لن تنفصل إحداهما عن الأخرى. يعني لو قبل الشباب رئيس وزراء مثلا وطني ومن اختيار العراقيين، هل تسمح له الأحزاب بالعمل وفق المحافظة الطائفية؟ نرجع نفس القانون ونفس يعني لا نعم. يمكن للقدر الفاسد دكتور أن تطعمني منه شيئا نعم. لأنه فاسد بكليته، فأنا أرفضه نعم. بالكامل. وهذا هو المطلب الأساسي والمحور الأساسي للمتظاهرين الذي يرتكز على المطالب الثلاثة التي تبنى عليها العراق الجديد وفق رؤية عراقية غير مرتبطة بالأجنبي. نعم، وأصروا على إسقاط النظام كمطلب رئيس. أستاذ حسين، مركز بروكينز للأبحاث وصف التظاهرات الحالية في العراق بأنها من أخطر التظاهرات في تاريخ العراق. كذلك الكثير من وسائل الإعلام الدولية تحدثت عن أن عراق ما قبل تظاهرات تشرين يختلف عن عراق ما بعد تظاهرات تشرين. كيف تنظر إلى المراكز العالمية ونظرتها إلى التظاهرات في العراق؟ يعني هي ليست أخطر، هي أفضل تظاهرات بحسب وصفها. نعم، هي أخطر تظاهرات على الحكومة وعلى الأحزاب السياسية، وهي أفضل تظاهرات على الشعب، للشعب العراقي. هذا النوعية من التظاهرات كما ذكرنا من حيث النوع ومن حيث المطالب ومن حيث إشراك الطلبة في هذه التظاهرات أعطتها زخما، نقلت التظاهرات من التظاهرة إلى الانتفاضة ثم تنقلها إلى الثورة. من حيث الزخمة الجماهيرية لمشاركة الطلبة كما قلنا، نوع المطالب سياسية ليست مطالب فئوية. المطالب السياسية تحددت بثلاث نقاط: رفض الهيمنة الإيرانية، إدارة الدولة على أساس طائفية، الفساد المستشري في الدولة العراقية، ثلاثتها مرفوضة. كل هذا نعم، هذه أخطر تظاهرات على الحكومة وعلى الأحزاب الفاسدة التي تدير الشأن السياسي من 2003 إلى الآن، لكنها هي الأفضل من حيث النوعية إلى الشعب العراقي، لأنها لا تمثل طائفة ولا مكون ولا مدينة ولا محافظة، بل تمثل الشعب العراقي، وإن لم يشترك الجميع فهي مؤيدة من قبلهم ضمنا. نعم دكتور هلال، يعني اليوم بعد السماع في قضية قصي السهيل وترشيحه لرئاسة الوزراء، يبدو أن محمد الحلبوسي كان مؤيدا له، لكن تحالف القوى تخلى عن الموقف الداعم لترشيح قصي السهيل، بالتالي تخلى عن مرشحه لرئاسة البرلمان محمد الحلبوسي. كيف ترى
موقف التحالف هذا؟ أولا هذه اللعب على المرشحين والصراعات الظاهرية بين الكتل هو حقيقة يهدف إلى شيئين. الشيء الأول أنهم من الواضح عدم قدرتهم على تسمية مرشح يحظى بقبول الشارع العراقي، وهذا مستحيل لأنه مرفوض بداء وانتهاء. الشيء الثاني أنهم لا يملكون القدرة على إدارة أي ملف في البلد، ولكن هناك شيء يمكن يخفى على الجميع أنهم يريدون المطاولة واللعب على الفراغ الدستوري والضغط على هذا المجال لكي يفرضوا إرادة وينفذوا إرادة إيران التي من فكت تذهب وتضغط على هذا وذاك، وكل هذه المسميات لا ترتقي إلى مستوى القبول من كل المسميات الحزبية والكيانات إلا برضا إيران، لأن إيران لا تريد أن تفرط بهذا الجانب. الشيء الآخر أن الوضع الدستوري في العراق كما تفضلتم، الدستور هو أكثر من انتهكه هو البرلمان والرئاسات الثلاثة والأحزاب والحكومة، ولكن الآن رجعوا إلى هذه الأسطوانة لكي يقنعوا الشارع العراقي أو يضحكوا على الشارع العراقي بالفراغ الدستوري. هو أين كان الدستور عندما أطلق المالكي قواته لقتل المتظاهرين في الحويجة وفي ديالة وفي الأنبار وفي البصرة وصولة الفرسان وفي الزرقاء في كل هذه الأحداث مجتمعة تبين أنه لا احترام للدستور. القضية الأخرى أن هذه الأحزاب هي لا تريد البناء أو الأعمار، تريد محاصصة وتبقى المحاصصة قائمة، فبالتالي هي لا تزال تلعب على نفس الوتر اللي أتت به وتهمل رأي الشارع العراقي، وهذا من الغباء حقيقة، لأنهم عليهم أن يعوا بأن الشعب العراقي رفضهم بالكامل حتى الدستور الأول الذي يحكمون إليه. نعم دكتور. نعم دكتور هلال الدليمي، اسمح لي فقط في آخر سؤال أوجهه للأستاذ حسين. ائتلاف العبادي يقول أن الصراع على تحديد الكتلة الأكبر هو صراع مصالح وليس حجج دستورية، ترى ما طبيعة هذه المصالح التي يتحدث عنها ائتلاف العبادي؟ شوف، لاحظ أنه مفهوم الكتلة الأكبر منذ 2010 وإلى الآن دخل العراق في دوامة نتيجة التفسير الغريب والشاذ الذي اعتمدته المحكمة الاتحادية بعد فوز القائمة العراقية ب 91 لاعب لم يسمحوا لها بتشكيل حكومة، ففسروا أن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان، وهذه حالة غريبة غير مقبولة بالعالم. جميع النظم البرلمانية في العالم لن تقبل بهذا، الذي يفوز بالانتخابات ككتلة أكبر هو الذي يشكل حكومة. انقلابهم على دكتور أياد علاوي اليوم جعلهم يدفعون الثمن فيما بينهم. لا يوجد في العالم أن الكتلة الأكبر تتشكل داخل البرلمان، واليوم في برلمان تباع المناصب فيه وتشرى والمواقف والذمم تباع وتشترى، كيف تتشكل الكتلة الأكبر؟ إذا المشكلة داخل العملية السياسية وداخل البرلمان صنعة المحكمة الاتحادية، وهم قبلوا بها وسيبقون يعانون منها، لكن الشعب العراقي انتفض عليهم ورفض هذه التفسيرات وسيرفض هذا البرلمان إن شاء الله. نعم، كان معنا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا لضيفنا داخل الاستوديو الكاتب والباحث السياسي حسين سبعاوي، شكرا لك.